شوق قلبي كبير عشق كثير ما له خير، شوق هواك. شو اسمك؟ اسمي سلطان. كم عمرك؟ 11 سنة. حق منو هالتليفون؟ حق يدو سعود. بطم اختي قالت انها شافت صورة يدو. يقول الطفل هو يقول لي انا ما فيني حاجة كملوا، ما فيني حاجة كملوا. قلت له لا والله ركبت السيارة. قال لي يا استاذ سعيد ما فيني، يعني من كثر حبهم وقفنا التصوير. بس زين الحمد لله انه وقفنا التصوير بشوي، يعني بعد ما خلص تقريبا وقفنا التصوير. والطفل الصغير سلطان اللي دور الرئيسي متى طاح علينا في المزرعه اللي شفتوه المشاهد الاخيره، تعب ما طاح، تعب يعني بدا يبكي خلاص من كثر هذا. بدا قال لي لا استاذ انا بكمل بكمل. قلت له لا بكمل. يعني قام الصغيرين هم بنات العمل ولا الكبار هم بنات العمل؟ لا الكبار ومع الصغر الطفل الصغير هذا. يعني بروسس تعميم تاع الكبار والتصويرين؟ لا تبع الكبار. صار بروسس بتاعهم مين اللي بيقدم الثاني؟ الثاني الأب. الكبار اللي قدموا الصغيرين والصغيرين قدموا الكبار. الكبار. شغلة تحسب لصالح الفيلم انه عم تشوف الشارع الاماراتي. وهي شغلة جديدة واللي لفت نظري مو بس الشارع. أنا شفت زبالة بالأرض وأنت قاصدها. فهي شغلة فعلاً غريبة وجريئة لأنه نحن وقت بنروح ما بنشوف هالشيء، فأنت رحت دورت عليه وكنت قاصد تصور. واشتغلنا على الخط، كنا بنطلع من التقدم اللي وصل في المجتمع الإماراتي من البناء والسوق دي. كوننا سعيد حس بالهم أن البناء والتطور اللي صار في الامارات ابتعد العائله الاماراتيه اللي كانوا عايشين في البساطه وعايشين بالبيوت اللي هم يتقدمون مع بعض ويتعايشون مع بعض، واتجهوا للتطور اللي هم اللي ممكن بالدليفري ما دليفري، بس كيف حاول ابتعد كل عن الجزئيه واتجه الى الريف. خلصنا مشاهدة الفيلم الإماراتي سار جنة المشارك في مهرجان اسكندرية للبحر المتوسط، وناخذ بس آراء سريعة من المشاهدين اللي شافوا الفيلم. أولا نتعرف بالاسم الكريم. فايزة حربي، مخرجة أفلام دوكيمنتري ومعيدة في كلية إعلام. جميل جدا. شو رأيك في فيلم سهر الجنة؟ الفيلم حلو جدا، عجبني لأنه هو فيلم إماراتي حقيقي بعيد عن وجهة النظر احنا متعودين عليها من الأفلام التقليدية اللي بتدي صورة نمطية عن الخليج. فكانت قصة إنسانية حلوة جدا ومختلفة وعجبتنا جدا. يعني السر أنه هو اهتمام المخرج، وهو بالتأكيد برضو كاتب السيناريو، اهتمامه بهذا الهم زي ما قلت لحضرتك أنه هو هم منتشر عالمي بتجاوز حدود الإمارات، مش الإمارات بس، لا يعني بتجاوز الحدود. واهتمامه بهذا النوع من القضايا بيجعل الجمهور يقبل عليها. وكمان إضافة إلى أنه اختياره أن أبطال الفيلم يكونوا طفلين طبعا دي جرأة منه كبيرة، وفي نفس الوقت ان هو عمل المعادلة التجارية البسيطة اللي تخلي الجمهور يقبل على الفيلم ويشوفه. جريء في مسألة الخوض جوه العلاقات الإنسانية والعلاقات الأسرية وتعقيداتها، ومن ناحية الشكل الفيلم خارج بره المدن وخارج بره مكاتب البيزنس والأعمال، وبيوديني ناحية الأماكن اللي مش شايفها، اللي مش شايفهاش المواطن العربي العادي لما بيروح المدن في الخليج. فشفنا الإمارات، شفنا الفجيرة، شفنا العين، شفنا الناس أهل البلد، أهل البلد على طبيعتهم، شفنا الخصوصية الثقافية. ويدش معانا عمار وحسن لو يدش تعال. نعم طبعا. أنا لسه من سوريا، مخرج فيلم أيقونة الفرح. هلأ خلص الفيلم، أتمنى لسعيد النتائج اللي هو بده اياها. شباب الامارات وعدينا بكثير سينما حلوه وكل الخليج، بنتمنى لكم التوفيق. سلامات. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. طبعا مثل ما وعدناكم، ها سيد سالمين،
سيد سالمين مشكلته انه ما يسمع الكلام، بس ما شاء الله عليه ما اعرف الحين ما صار يسمع الكلام صار شاطر. فشو السالفه يا سعيد، ليش فيلمك هذا قاعد يتجول؟ والله حلو. طبعا حمد ريامي صديق ومخرج وناقد سينمائي يعطيه الف عافيه، حضر من دوله الامارات ويا بس علشان يغطي السينما الاماراتيه وفيلم سهر الجنه. اعتقد الفيلم راح قاعد يوصل يعني في مهرجانات كثيره اثبت وجوده يعني، والحمد لله يعني كل مهرجان يصير صدى جميل للفيلم وللسينما الاماراتيه. ما اقول عن فيلمي انا صراحه، للسينما الاماراتيه الخليجي الأصمت. إيه لا إيه لا صراحة لا بالفعل الفيلم لو أنت تلاحظ أن التجارب الخليجية اللي صارت عندنا في الفترة الأخيرة، إحنا عندنا تجربتين حقيقتين، الحاجز عندك في 1990 وعندك 2007 حكاية بحرينية، وأنا عندي هاي التجربة تجربة سعيد سالمين. يعني أتوقع إذا تأخذ تدريجيا تشوف أن السينما قاعد تنتقل في الخليج بحجم يعني من 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 فترة إلى فترة. طبعا أنت فيلم بس يا بحر هذه هي تجربة مختلفة لها ذاتيتها وخاصيتها، بس التجربة الحين من أفلام الإمارات اللي صارت في مهرج من 2002 ما 2003 لليوم، في نخبة من المخرجين اللي طلعوا منهم سعيد سالمين وبعدين انتقلوا إلى مهرجان الخليج اللي صار في دبي أيضا بعد أفلام الإمارات، فصار نضج من مجموعة شباب أتوقع مش الإماراتي فقط حتى الخليجي، أن السينما الإماراتية بخير. الأفلام التجارب اللي جاية بتكون أقوى من المخرجين، نحن عندنا مخرجين جيدين، وإن شاء الله من ضمنهم حمد سيف الريامي ناقد ومخرج. أنا ما أدري حمد سيف الريامي ليش وقف، وكان والله العظيم بدون مجاملة حمد سيف ريامي في أيام مسابقة الأفلام الإمارات كان مخرج متميز ورؤيته الفنية كانت جدا عالية، بس ليش وقف ما أدري. وأنا أقول حق الجمهور الإماراتي وحق المخرجين الإماراتيين، اضغطوا على حمد ريامي وخلي يشتغل، ما نبى بس عن أنه ينقذ الأفلام، ونقده جيد جيد رائع في كل الأفلام، ينقذ أفلام الأجنبية والأفلام العربية من ضمنها أفلام المصرية والإماراتية والخليجية. يعطيكم ألف عافية أخوي حمد بجهودك هذا، أن هذا ضربت خط أنت من دولة الإمارات إلى الإسكندرية مصر، هذا صراحة ما أنساها ولا سينما أنساها. وشيء ثاني، حمد ريامي مو بس فيلم إماراتي اللي هو سهر جنة، لا بالعكس، حمد ريامي الأعمال الثانية الإماراتية راح يكون متواجد في مهرجانات العربية. أمي محمد، أي أمي محمد، أنت عز ربيع عندي وآخر شيء ما توقف وياي.